مجال بقى لي حوالي 8 سنين 9 سنين ما بظهرش في اي وسيله اعلاميه، ما بظهرش في اي ملعب، ما بظهرش في اي نشاط. يعني ده اعتراضا على ما يحدث وعدم تقبل وعدم قدره على معايشه هذا الوضع. وبالتالي انا فضلت اقعد في البيت على ان اندمج في هذه الماساه، انا بسميها ماساه لانه احنا قاعدين بنتدهور في علاقاتنا مع بعض وفي تعرضنا للمشاكل وفي اسلوب الاعتراض وفي اسلوب التعبير. وبالتالي فانا مستاء من هذا واتمنى انه المفروض يكون في تحركات لتصحيح هذا الوضع من كبار المسؤولين في الدوله، لانه اذا استمر هذا الوضع فاحنا في تدهور. واحنا قاعدين نتكلم كتير امتى الجمهور يعود الى الملاعب. انا نفسي انا من اسباب عدم عملي في المجال انه ما فيش جمهور. يبقى انا هطلع اغني لمين؟ انا هطلع اشتغل لمين؟ يعني انا بعتبر ان وظيفه المدرب واللعيب زي وظيفه الفنان. يعني اذا كنت انا هطلع على المسرح وما فيش جمهور انا بشتغل فين؟ اسمح لي اقول لك انه عمليه النشاط الرياضي اللي احنا فيه هي عمليه الهدف منها هي توفير اموال للصرف على عناصر اللعبه. أيوه. وليس تطوير اللعبه. يعني كل اللي بيحصل دلوقتي ان احنا بنعمل نشاط عشان يبقى فيه رعاه، عشان يبقى فيه اعلانات، عشان يبقى فيه مفيش تطوير، عشان يبقى فيه فلوس للاعيبه، عشان يبقى فيه فلوس للمدرب، عشان يبقى فيه فلوس للاداريين، لكن عشان يبقى فيه فلوس لتطوير اللعبه مفيش. يعني وللاسف كل اللي بيتكلموا يعني بيتكلموا يا جماعه يعني في 5 مليون بيستفيدوا من كره القدم. ايه دخل دي في 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 اخلاقيات وفي نشاط رياضي محترم زينا زي بقيه اللي بيحصل في العالم كله. الموضوع طول والموضوع يعني بقى سيء، وشكلنا امام الناس في الخارج حتى امام نفسنا بقى غير مقبول. انا شخصيا يعني مستاء جدا من اللي بيحصل. تمام. خير.